نروح دلوقتي لاخبار الفريق الاول للكره الطايره للسيدات بالنادي الاهلي اللي بيستعد في تونس للمشاركه في بطوله افريقيا للانديه. الفريق وقع في المجموعه الرابعه بالبطوله طبعا الافريقيه، الجانب فرق هنا بقى اربع فرق خليني اقولهم لحضراتكم تحديدا، فرق الجمارك النيجيري، الانابيب الكيني، والواك الغاني، والنهارده هيلتقي مع فريق الواك الغاني في المباراه الاولى، وبعد كده هيواجه الجمارك النيجيري بكره باذن الله يوم الاثنين، على ان يواجه بقى الانابيب الكيني يوم الثلاث. اسماء غريبه شويه للفرق ولا ايه؟ كل التوفيق طبعا على كل حال لفريق سيدات طائره الاهلي اللي اسعدونا جدا الفتره اللي فاتت، وواثقين ان هم هيحققوا اكتر واكتر والمزيد كمان في الفتره اللي جايه. كل التوفيق ليهم ان شاء الله.